فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. السلام عليكم. قال: ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه. لما ذكر حق المرأة على الرجل ذكر، ولهذا لا يقول الرجل أن الحق له وحده، نعم، وإنما له حق وعليه حق، حق، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. فكما أن للمرأة، كما أن للرجل حقا على زوجته، فللمرأة حق على زوجها. ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحدا إلا بإذنه، لا تدخل بيته، لأن البيت ملك له، وهو المراقب له، لئلا يدخله مفسد أو يدخله من لا خير فيه. فهي لا تدخل فيه إلا من أذن له،